مرحبا. هلا شو اسمك؟ سامح. سامح قد صار لك بكندا؟ سنتين وكم ست شهور سبع شهور. قد صار لك هون؟ علاك؟ اوكي هلا اختي هاي الكلمات كثير سيئة بس مو مشكلة بعرف رأيك. هلا الهدف هو ان الواحد يكون يسعى للافضل او يسعى انه يكون شخص افضل يتحسن. اذا في عاده سيئه عنده مثلا تخلص منها. هلا كيف يتخلص منها؟ اذا كانت طريقه حياتي ما كتبت مثلا وحط علقت على مرايه وذكرت حالي. اذا كانت هالطريقه بتساعد انه واحد يتحسن فليش لا. اذا كان عنده اراده اقوى انه بده شيء يذكره انه هو لحاله بذكر حاله ما بعرف ايه بس عاد يكون افضل. هذا الشيء اكتسبته ما له اكتساب وانما هو مجرد. شوفي لما كنت بضمن مجتمع بسوريا بتحسي كله بيشبهك. بتحسي حالك انه انت ما كثير مضطرة تتغيري لانه كله بيشبه بعضه. كل عايش بمستوى معين محدد مقبول وسطي. بس لما طلعت على دبي كان في أمثلة أكثر للحياة، أمثلة ناجحة أكثر، خلقت طموح ضمني إنه أنا فيني يكون أفضل، فيني أحاول، شلون بدي أقدر أكون أفضل؟ يعني لما تشوفي أمثلة ناجحة، لما تحيطي نفسك بناس ناجحين بيقولوا لك دائما حيطي نفسك بناس ناجحين لأنه بيخلقوا لك هذا الحافز. أما لما تحيطي نفسك بناس عاديين ما بدي اقول منتشرين بس انه عاديين او عايشين يومهم اكيد رح يخلق يعني ما رح يخلق الحافز بنفس القوه.